حامد استاذ طب، محمد خالد. معذره، استاذ الدكتور محمد خالد استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه القاهره، ضيفا عزيزا علينا في الفقره الاولى. مرحبا بكم دكتور محمد. اهلا فندم، ازي حضرتك؟ دكتور محمد، يعني المياه البيضاء محور حديثنا في هذه ايوه فندم. الفقره والتعريف. هو الحقيقه الميه البيضاء حضرتك اسم شائع جدا في اي حته في العالم، وهي السبب الرئيسي لحالات العمى في كل العالم كله. يعني اكتر سبب الناس بتعاني منه ان النظر بتاعها بيقل او بيروح هو الميه البيضاء. يمكن بنسبه 60% من امراض العين كلها ان الميه البيضاء هي اللي بتنزل النظر، خاصه في الفتره الكبيره او السن ما بيزيد. حضرتك الميه البيضاء حضرتك دايما بتتقال في اللاتيني انها كاتاراكت. كاتاراكت دي حضرتك مشتقه من الاسم اللاتيني يعني الشلال. فدايما حضرتك الانسان اللي بيصاب بالميه البيضاء دايما بيحس ان النظر بتاعه بيبدا يقل زي شلال من الميه قدامه، او زي ان هو حضرتك بيشوف الحاجه من ورا ازاز انجليزي. تمام. يعني دايما يشوف الحاجه حضرتك مش واضحه، مصنفرة يعني. مصنفرة بالظبط كده. تمام. فدايما يقولوا حتى كاتاراكت، يعني هي معناها باللاتيني يعني شلال. وحضرتك اكبر سبب لحدوث الميه البيضاء دايما التقدم في السن. احب افهم الناس بقى يعني ايه الميه البيضاء نفسها. الميه البيضاء يعني حضرتك عتامه في عدسه العين. ربنا خلق الانسان له حاجه اسمها العدسه البلوريه. العدسه البلوريه دي اللي هي زي عدسه الكاميرا، دي المسؤوله انها تجمع النور او تجمع الصور وترميها على الشبكيه. العدسه المجمعه اللي احنا بنشوف منها دي حضرتك لو حصل لها اعتامه بنسميها ميه بيضاء. نعم. اتسمت برضو ميه بيضاء ليه؟ على اساس حضرتك اما الميه البيضاء بتتقدم العتامه بتزيد، ممكن الواحد يشوف من خلال النني بتاع الشخص المصاب من الميه البيضاء حضرتك يحس ان هي لونها ابيض. يعني في ناس تبقى الميه بتبقى مستويه جدا، بحيث اما نيجي ابص انا حضرتك على النني بتاع المصاب بالميه البيضاء احس حضرتك ان الراجل ده عينه فعلا فيها نقط بيضاء. وده تمام. الكلام ده صح، بس دي بتبقى في المراحل المتقدمه جدا من الميه البيضاء. بيقولوا عليها ما يستوت. ما يستوت بالظبط كده حضرتك. تمام. فهي اهم سبب حضرتك للميه البيضاء هو التقدم في السن. دايما حضرتك الانسان لما بيكبر في السن حضرتك طبعا تعرضه بيبقى اكبر للشمس فترات طويله اكتر. فطبعا حضرتك من الناحيه الثانيه ان في البروتينات المكونه لعدسه العين دي بتترسب، والترسب بتاعها ده ما بيبقاش في صالح الانسان، لان الترسب ده بيبقى لونه اصفر شويه وبيبدا يرسب عتمات. فالعتمات دي هي الميه البيضاء اللي احنا بنقول عليها. تمام. لكنها قد تحدث في يعني بعد في الولاده او الخلقيه. نعم حضرتك الميه البيضاء الخلقيه طبعا حضرتك دي نقطه مهمه جدا، ان احنا حضرتك بنلاقي ان الطفل بينزل بعد الولاده حضرتك وعنده ميه بيضاء. الميه البيضاء اساسا غالبا يعني اللي احنا بنشوفه حضرتك الميه البيضاء بتاعت الاطفال دي بتبقى غالبا لست بتبقى مصابه بالحصبه الالمانيه خلال اول 3 شهور من الحمل. يعني هو طبعا حضرتك في جينات مسؤوله، يعني في ناس ما بتبقاش الاطفال بيبقوا نازلين عندهم ميه بيضاء، مش لازم الام بتبقى خدت حضرتك حصبه المانيه في الحمل، لكن غالبا قصه الحصبه الالمانيه دي بتبقى مشهوره خاصه في مصر، اللي هي الام اللي هي بتجي لها حصبه المانيه في اول 3 شهور غالبا بيحصل ميه بيضاء او عتامه في عدسه الطفل. طبعا ما نقدرش نلغي حضرتك العامل الجيني، لان الجينات اللي مسؤوله عن الميه البيضاء الخلقيه ما هوش جين واحد وما هوش كروموزوم واحد، في اكتر من 15 جين مترسبين على اكتر من كروموزوم. فما نقدرش ان احنا نحصرها نقول ده انا عندي مثلا الجين الفلاني على المكان الفلاني في الكروموزوم هو ده المسؤول عن الميه البيضاء. في حاجات كتيره جدا بتبقى مسؤوله عن الميه البيضاء. اضف الى ذلك ان في اطفال كتير حضرتك بيبقى عندهم حضرتك متلازمات يعني مجموعه من الامراض تظهر على الطفل وتؤدي الى طبعا للميه البيضاء. اشهر هذه الحاجات اللي هي الطفل المغولي او الداون سيندروم او متلازم الداون زي ما احنا بنقول. اضافه بقى حضرتك الى ايه لعده حاجات، يعني في مثلا اطفال برضو بتبقى مولوده لام عندها مرض التوكسوبلازما. ويمكن حضرتك مرض التوكسوبلازما ده من الامراض اللي برضه شائعه في مصر، لان في ناس بتتعرض كتير جدا لتربيه القطط، بتبقى القطط ساعات حضرتك حامله لمرض التوكسوبلازما. فمرض التوكسوبلازما ده بيصيب الام بالشبكيه. نعم. يعني يصيب المقوله بتاعت العين او المكان اللي احنا بنشوف منه بحاجه اسمها يعني زي سكار كده او تليف في مقوله العين. لكن بالنسبه للطفل اللي بيتولد للام اللي عندها توكسوبلازما بينزل الطفل مولود عنده ميه بيضاء. معي مداخله من المملكه العربيه السعوديه. السيد سليم اتفضل. الو الو مرحبا. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. سلام عليكم. اتفضل دكتور. انا عندي في عيوني طويل العمر ميه بيضاء. ايوه فندم. وعندي ضغط في العين، بس يعني معدل الضغط كل ما قيسه صار 14 على 14. في طويل العمر انا وياي سكر بس مواظب على السكر، وعندي ضغط في اليد برضه محافظ عليه، يعني ضغط
اليدين. تمام، سؤالك عن ايه يا فندم؟ عن المياه البيضاء، هل لها اثار يا دكتور؟ لان انا كنت في الاول اراجع الدكتور كله بيعطيني 4 شهور 5 شهور كذا واراجع، فمشكله الحين صار عندي ضب زي الضباب شويه يا دكتور. طيب هو حضرتك سنك قد ايه؟ نعم سنك؟ سني 69 سنه. طيب فندم شكرا فندم، نتمنى لك الصحة والسلامة. المتصل كريما من المملكة العربية السعودية السيد سليم. نعم. هو حضرتك دي حضرتك قول شائع دايما حضرتك ان هو بيقول ان هو عنده 69 سنة، حضرتك النظر بتاعه خف شوية لكن هو عنده سكر أصلا. تمام. والنقطة اللي أنا أحب ألفت نظر ليها الاهتمام حضرتك إن مرض السكر بيعجل بحدوث المية البيضاء، يعني لو واحد عنده حضرتك فرضا إن عنده 60 سنة وهيجي له فرضا هيجي له سكر هو عنده 60 سنة، لا لو عنده سكر هيجي له هو عنده 58. يعني يخلي المرض يظهر بدري. النقطة الثانية بالنسبة لمرض السكر يخلي المرض يتفاقم بسرعة أسرع. يعني إذا كان حضرتك المية البيضاء ممكن تقعد في العين من غير ما تأثر على النظر تأثير كلي مثلا فترة 5 سنين أو 10 سنين، لا ممكن السكر يقلل زمن تفاقم المرض. فبالنسبة لحضرتك لحالة الأستاذ هو حضرتك رب كشف عند حد من الاستشاريين فقال له أنت ممكن تقعد شوية. بالنسبة لسنه حضرتك بالنسبة لسن 69 سنة احنا دايما بنسأل سؤال مهم للمريض، هل أنت حضرتك حاسس ان النظر اللي نزل ده بيعوق حياتك اليوميه ولا ما بيعوقش حياتك اليوميه؟ لو هو حضرتك بيعوق حياته اليوميه حضرتك بيفضل ان احنا نعمله العمليه في اسرع وقت ممكن. لو ما كانش بيعوق حياته اليوميه بصوره يعني صعبه ممكن ناخره شويه على اساس ان الراجل ده اصلا عنده سكر في الشبكيه. فهو ما هيشيل الميه السكر اللي في الشبكيه اللي عنده ده نتيجه ان هو عنده مرض السكر هيتفاقم برضه. نعم. فلازم يكون عارف. اضف الى ذلك ان ضعف الابصار اللي هو عنده مش نتيجه ميه بيضاء بس، نتيجه ان في سكر ورا. يبقى حضرتك دي نقطه مهمه جدا لان في ناس تيجي تقول لك ايه انا عملت عمليه الميه البيضاء وعندي سكر في الشبكيه لكن ما زلت نظري مش كويس. ده صحيح لان مقوله العين فيها بتبقى ارتشاحات حضرتك وانزفه من مرض السكر نفسه. فلازم الحته دي تتقيم حضرتك وعن طريق تقييم العين تقييم مظبوط نقدر نحدد وقت التدخل في الحاله. تمام دكتور، يعني هناك درجات ايضا للمياه البيضاء. طبعا طبعا. وكلمه السيد سليم بانه كلما ذهب الى طبيب قال له 4 اشهر فاربعه اشهر، هل يعني هذا المنطق مقبول بارجاء او تاخير جراحه فيما يخص؟ بص حضرتك البيضاء. هو حضرتك المنطق ده كان مقبول زمان لان احنا كنا حضرتك بنعمل عمليه المياه البيضاء عن طريق عمليه جراحيه، بنفتح بالمشرط من 8 ل 10 مللي ونطلع الميه بطريقه معينه كده ونزرع العدسه. النهارده حضرتك احنا الفتحه بتبقى 2.8 مللي وبنعمل الشفط بتاع العدسه عن طريق الليزر حضرتك والفيمتو سكند ليزر والحاجات المتقدمه ديت. ما بقيناش محتاجين حكايه ان الميه تتقدم زي ما بيقولوا للحاج اللي اتكلم الكريم ان هو لازم يقعد في الاخر. ليه بقى؟ لان كل ما الميه تبقى في بدايتها كل ما جهاز الشفاط اللي احنا بنستخدمه اللي بيستخدم الليزر وموجات فوق الصوتيه هيشفط العدسه بسهوله اكتر. تمام. دي نقطه مهمه جدا لان حضرتك انا مثلا اذا كان مثلا زمن الشفط مثلا للعدسه 5 ثواني وهي العدسه في بدايتها عتمه ممكن ياخد 15 ثانيه حضرتك والعدسه تبقى عتمت اكتر. تمام. فيفضل حضرتك عند ظهور الميه البيضاء حاليا ما دام احنا بنعمل الجراحات الحديثه ان احنا نبدا نعمل يعني نبدا نتدخل في اسرع وقت ممكن. تمام. الا بقى في حاله الحج ده بقى ممكن يكون حرك الميه بتاعته حصل لها تقدم زياده عن اللزوم وتحجرت، فساعات الدكاتره برضو والاستشاريين يقول لك لا يمكن ما تجيبش نتيجه كبيره عن طريق شفطها بالليزر ممكن نعملها بالجراحه، فبيقول له استنى شويه بقى عشان نقدر نطلع حرك بطريقه اسهل. تمام دكتور، يعني هل في مثل هذه الحالات الحل او في المياه البيضاء بصفه عامه الحل الاساسي والوحيد هو التدخل الجراحي ام ان هناك حلول اخرى؟ هو حضرتك دلوقتي العلاج بتاع المياه البيضاء حرك بنسبه 99.9% جراحي لان كان حرك في زمن فتره كده في الثمانينات كان ظهر حضرتك قطره القطره دي كانت بتيجي مستورده وفي ناس كانت بتقول ان لو حط القطره دي المياه البيضاء هتروح. نعم. القصه دي وقفت حضرتك وما بقتش ليها اي معنى. دلوقتي في بقى حضرتك تاني علاج تاني بيقولوا ان في يعني ريسيرشات يعني ابحاث بتعمل ان يعملوا قطره تانيه من ماده اسمها الان استايل جلوكوزامين ممكن تبدا تدوب الميه تاني بحيث انها تعالج الميه البيضاء. اضف الى ذلك بقى حضرتك ان دلوقتي في حاجه اسمها الخلايا الجذعيه، فممكن الاطفال الصغيرين اللي هم بيجي لهم ميه بيضاء دي حضرتك ان احنا نحقنهم بخلايا جذعيه جوه عدسه العين بحيث ان احنا نوقف نمو الميه البيضاء ونقدر نرجع الكلاريتي او الشفافيه بتاعت العدسه دي تاني.
القصه بتاعت الاطفال دي اتجربت على 12 طفل بس، الكلام ده لسه 2016. نعم. فالفيدباك يعني النتيجه النهائيه حضرتك للابحاث دي حضرتك غير موثقه حتى الان، لكن الخلايا الجذعيه انا اعتقد حضرتك خلال يمكن ال 15 سنه اللي جايه هتبقى نتيجه كبيره جدا، هي اللي تقدر توقف نمو الميه البيضاء ديت العتمات دي، وبالعكس دي تقدر تسترجع تاني الشفافيه بتاعت العدسه. تمام. وفي طب العيون استخدام الخلايا الجذعيه تحديدا قد اثبت نجاحا فيما يخص القرنيه كنسيج فقط حتى الان، لكن فيما يخص الحبل العصب البصري او الشبكيه لم يثبت. هو حضرتك كلام حضرتك صح، لان العصب البصري حضرتك خلايا عصبيه. نعم. فهي حضرتك القصه كلها بالنسبه للخلايا العصبيه حضرتك، ان الخلايا العصبيه احنا بالنسبه للطب يعني تبقى صعب ان انت تعيد بنائها مره اخرى. تمام. ولذلك لكن احنا عندنا حضرتك بالنسبه للطب الشبكيه حصل تقدم برضو في حقن الخلايا الجذعيه في امراض المقوله بتاعت العين، يعني في امراض مثلا بتبقى في مقوله العين بتبقى نتيجه تقدم الشبكيه السكريه، او بيبقى واحد عنده راجل كبير بيبقى عنده حضرتك حاجه اسمها زي ايه يعني تلف المقوله بتقدم السن او حاجات زي كده، او مثلا حضرتك حاجات مثلا وراثيه زي تلون الصبغ في الشبكيه. الحاجات دي حضرتك ممكن دلوقتي بدات تستجيب بعض الشيء لان احنا نحكي بخلايا جذعيه. الخلايا الجذعيه دي حضرتك بتبدا زي ما نقول تدمر الخلايا التالفه وتبدا تشغل الخلايا اللي هي موجوده كويسه في العين وتخليها تبني تاني الاماكن اللي هي تلفت من المرض اللي هو مسبب للاصابه. فدي برضو حضرتك بتبقى قفزه كبيره بالنسبه للطب الحديث. تمام. دكتور، هل بالضروره ان المياه البيضاء تحدث في العينين سويا ام عين قبل الاخرى؟ هو الحقيقه حضرتك كلامك صح، هو دايما المياه البيضاء بتيجي في عين قبل عين او بتتقدم في عين اكتر من عين، ولكن دايما حضرتك غالبا اللي بيجي له ميه في عين غالبا خلال السنه بتبقى العين الثانيه جالها الميه دي. تمام. ولذلك حضرتك طب لو في ناس تسال طب افرض العينين الاثنين زي بعض في الميه ممكن نعمل ميه خلال قد ايه؟ ده سؤال يعني افرض يعني واحد عنده ميه بيضاء في الاثنين، طب ممكن حضرتك خلال اسبوع، بس انا كجراح حضرتك بفضل احنا نستنى شهر بحيث كل الالتهابات اللي تكون مصاحبه للجراحه الاولانيه تكون خلصت نقدر نعمل العمليه الثانيه بامان خلال شهر او ثلاث اسابيع على الاقل. دكتور، يعني التداخل الجراحي للمياه البيضاء بإزالة العدسة أو إزالة المياه البيضاء قد يستتبعه إجراء فيما يخص زراعة عدسة. طبعا. أين تزرع هذه العدسة فيما يخص الحجرة الأمامية الخلفية مكان الكبسول؟ يعني صح تقني... هذه تقنيات ولماذا يعني؟ طبعا طبعا وتلك. هو حضرتك الحقيقة أصل حكاية العدسات دي حركة التقدم رهيب جدا. الحكاية اللي زرع العدسات في العين دي من سنة 53 بدأت في إنجلترا عن طريق دكتور مشهور جدا اسمه تشويس. هو أول واحد عمل زرع عدسة جوه العين معمولة من الإزاز من الزجاج الطبيعي. العدسة دي حضرتك ما عاشتش لأنها اتكسرت جوه عين المريض. فبعد كده حضرتك جه في الثمانينات ثورة تانية اتعملت العدسات من مادة خاملة يعني ما بتتفاعلش مع العين وبتتاخد زي ما حضرتك نقول بالظبط من الزجاج اللي بيتعمل منه إزاز الطيارات اللي هو غير قابل للكسر. ودي بنسميها حضرتك عدسة صلبة. العدسات الصلبة ما زالت حتى الآن بتزرع داخل العين. بنزرع العدسة دي فين بقى حضرتك؟ احنا حضرتك العدسة دي كلها اللي احنا بنقول عليها دي بنشبهها إنها برتقانة. البرتقانه دي ليها قشره، لما بنيجي حضرتك نعمل الميه البيضاء بنشيل القشره الاماميه وبنسميها المحفظه الاماميه، بنسيب بقى في حاجه اسمها المحفظه الخلفيه بتاعت العين بتاعت العين او اللي هي القشره بتاعت البرتقانه اللي فاضيه. يعني لو جبت سكينه وقطعت البرتقانه نصين هيبقى حضرتك في نص عريان بالبرتقانه، ده اللي احنا بن 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 بنشيل منه الميه، لكن قشره البرتقانه نفسها هي المحفظة اللي احنا هنزرع عليها سواء العدسة الصلبة او دلوقتي التقدم الجديد طلع العدسات اللينة. ودي يعني مش حديثة او دي من اكتر من 15 سنة بنيجي نزرع العين عن طريق نحرك نحقن في المحفظة دي من الفتحة اللي احنا بنحطها اللي هي الاتنين ملي بنزرع العدسة نحقنها بالحقن زي ما يكون حرك بنحقن عدسة نروح حنين العدسة العدسة بتفتح جوه العين. العدسات بقى حضرتك اللي بتتزرع دي حضرتك ممكن تكون عدسات احادي البؤره ومتعدده البؤره. طب ناخد انواع العدسات لكن السيده هبه متصله معنا من بني سويف. هبه اتفضلي. استاذه هبه. استاذه هبه اتفضلي يا فندم. استاذه هبه شكرا جزيلا لك دكتور قلت مشكورا لانه وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا هبه. استاذنك حضرتك هتوطي صوت التلفزيون تسمعينا من التليفون اتفضلي. حضرتك انا اخويا عمل عمليه الميه البيضاء عمل عمليه الميه البيضاء بالليزر. ايوه فعلا. وبعد حوالي سنه حس بصداع جامد قاله عند الدكتور اللي عمله العمليه قال له انت عندك تجمعات دمويه. تجمعات ايه؟ دمويه.
نزيف نزيف يعني فحاولنا يعني نزيف فحاولنا ان احنا نعمل اي حاجه بحيث ان هو يشوف هو دلوقتي بيشوف بيها بس ما بيشوفش بيها عباره عن فانا مش عارفه بقى احلها ايه هو دلوقتي ما بيشوفش يعني دي عامل العمليه دي بقى له قد ايه؟ عملها هو حوالي دلوقتي دي 4 سنين بس لما تعبت منه كده قعدت سنه ونص تقريبا او سنتين. يا فندم ممكن توطي صوت التلفزيون عشان اعمل لنا دوشه بعد اذن حضرتك. نعم؟ حضرتك وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون العادي، احنا سامعينك والله يا فندم. طيب ماشي مع حضرتك اهو. كملي يا فندم. انا عايزه اي يعني حل بحيث ان احنا شوف دكتور مثلا شكرا. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا دكتور. هي تتحدث عن مضاعفات الحقيقه المياه البيضاء. الحقيقه بقى انا احب اتكلم على حكايه مضاعفات الجراحه بتاعت المياه البيضاء. حضرتك من اخطر المضاعفات اللي تحصل لا قدر الله لا تقدر الله بعد المياه البيضاء اللي هي النزيف اللي ممكن يحصل اثناء العمليه او بعد العمليه بشويه. تمام. الكلام اللي هي بتقوله حضرتك هي الكلام ده ممكن يكون اول حاجه لازم الحاله بتاعت المريض ده يقيم هل المريض ده اصلا عنده حاجه مرض في الدم زي السكر زي اي امراض في الدم تاني تؤدي للانزفه بعد ما احنا عملنا العمليه ولا لا. دي نقطه اولانيه. النقطه الثانيه في احتمال انه يحصل نزيف فعلا مفاجئ اثناء الجراحه بس قصه الانزفه دي قلت جدا جدا جدا. النهارده دلوقتي احنا بنفتح تقريبا الفتحه الصغيره دي، كانت القصه دي زمان بتتشاف اما كانت بتتفتح الفتحه الجراحيه بتوصل 12 ملي يعني سنتي وربع، دلوقتي الفتحه بقت 2 ملي و8 من 10، فما بنشوفش حكايه الانزفه دي. ايا كان النزيف اللي يحصل حضرتك لو هو كان حصل كان لازم الاول تقيم الحاله تعمل لها موجات فوق صوتيه وتقيم حاله الشبكيه برضه عشان نعرف اذا كان النزيف ده كان داخل من تحت الشبكيه ولا في الجسم الزجاجي ولا فين بالظبط. ولازم يتشال النزيف لان انا دايما احب انبه الناس ان النزيف دون عامل حضرتك بالظبط زي عامل هدم للخلايا الحساسه بتاعت الشبكيه وبالتالي عامل هدم للنور بتاع عين الانسان. فبدام موجود حصل حاجه يعني لا قدر الله حصلت حاجه زي كده لازم الدم ده يتشال في اسرع كان ممكن. ما فيش حد يقعد بتتكلم الاخت الكريمه ان الحاله دي بقى لها 4 سنين وهو قاعد ينزف سنه ونص، فمش معقول قاعد ينزف سنه ونص من غير سبب. فلازم حضرتك تقيم الحاله دي، هو عنده مرض من امراض الدم اشهرها السكر ولا ما عندوش حاجه زي كده ولا اتحصلت الانزفه دي اثناء الجراحه. يعني اذا هنا مراجعه طبيب العيون لازم مختص طبعا اضافه الى مختص بامراض الدم. ايوه فندم. تمام دكتور، يعني قلت قبل المداخله التليفونيه ان هناك انواع من العدسات يفضل ان يتم الاستعانه بها وكل حاله بالتفصيل تختلف عن الحاله الاخرى. هذه معلومه مؤكده. اتفضل. هو حضرتك اشهر الحاجات اللي احنا دلوقتي بنزرعها حضرتك هي العدسات اللينه. العدسات اللينه دي بتبقى بعد بؤري واحد. عشان افهم الناس باختصار بعد بؤري واحد يعني ايه؟ يعني كاني انا بركب النضاره اللي انا بلبسها خد بال حضرتك جوه العين. نعم. فيبقى حضرتك العيان هيلبس العدسه نحط له العدسه بنزرعها كانه حضرتك هو ماشي بنضاره من غير ما يلبس نضاره للمسافات. تمام. يعني حضرتك يقدر يسوق العربيه حضرتك بامان، يقدر حضرتك يشوف التلفزيون بامان، لكن لما هيجي يقرا حضرتك هيحتاج لنضاره ثانيه للقرايه. تمام. يبقى اللي بيعمل عمليه ميه بيضاء لازم حضرتك تكون واخد باله ان هو قد يحتاج الى نضاره صغيره للقرايه معاها مساعده. حصل حضرتك برضه في العشر سنين الاخيره خاصة السنتين الثلاثة الأخرانيين إن دلوقتي ممكن حضرتك نعمل بؤرات مختلفة داخل نفس العدسة اللي إحنا بنزرعها اللينة دي. تمام. بحيث يبقى فيها حتة حضرتك للنظر للقريب وحتة للنظر للبعيد. تمام. مش بس كده، ده حضرتك في ناس بيبقى عندها لا قدر الله حاجة اسمها الأستجماتيزم يعني ضعف بؤري فعلى خط واحد في العين، فممكن نقدر برضه نحط عدسات أستجماتيزمية داخل العين. يعني القصة دي فتحت كتير بس لازم عشان الواحد يكون أمين مع العيان لازم يفهمه برضو إن العيان اللي هيلبس أو هيتزرع له عدسة متعددة البؤرة لازم حضرتك يكون واخد باله إن قد يحدث ساعات إن في حتة ممكن تكون ما بين النظر للقريب والنظر للبعيد ممكن ساعات هو نفسه ما ياخدش باله منها يحس فيها بزغلالة خفيفة جدا. تمام. لكن هي بتريحه لأنه هو حضرتك يقدر يقرا الجورنال على طول يقدر يتمشى على طول، فدي بتبقى مريحة برضو. المتصل الكريم استاذ احمد من المنصوره، اتفضل يا استاذ احمد. استاذ احمد. ايوه يا باشا. يا اهلا وسهلا اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا بزي حضرتك. الله انا عندي 63 سنه. تمام تمام يا فندم اتفضل. وعملت عمليه البيضه العمليات المياه البيضه ديت في عين اليمين عملتها من سنه. وعملت الشمال بعدها باسبوع او 10 ايام كده. الشمال. بس عندي اليمين حلوه قوي، الرؤيه حلوه، الشمال الرؤيه فيها عاديه ما تحسنتش. حطيت فيها عدسات. طيب حاضر يا فندم حاضر. الشمال ما انت عندك سكر او حاجه؟ ها؟ عندك سكر؟
لا لا ما عنديش سكر ولا ضغط ولا حاجه الحمد لله. طيب الحمد لله. شكرا يا استاذ احمد دكتور. شكرا. هو حضرتك برضو دي حضرتك من الحاجات اللي دايما الناس يقول لك انا شايف بعين احسن من عين، فهو حضرتك لازم يكون عارف. هل دي نقطه مهمه بقى، لازم يرجع للي عمله العمليه ويشوف بقى حضرتك القصه دي ايه. لو العمليه معموله مظبوط حضرتك والعدسه مظبوطه بالمقاس المظبوط اتحط، غالبا الفتره يعني لازم النظر هيرجع كويس جدا. تمام. لو في حاجه حضرتك عامل خارجي بقى حضرتك ان الشبكيه لا قدر الله فيها حاجه، هو عنده قصر نظر، في حاجه مأثره حضرتك على على المقوله بتاعه العين، ممكن يحصل طبعا ضعف في النظر، تبقى في عين مثلا فيها اصابه في شبكيه العين متقدمه عن الاصابه في العين الثانيه، فممكن حضرتك يحصل الفرق ده. دكتور يعني الحديث عن الوقايه قلت مشكورا بان المياه البيضاء القلقيه قد تاتي في لاسباب يمكن تجنبها والشيخوخيه يمكن ارجاعها. عايز اختم بس في جزئيه فيها جزء من الوقايه. هو بص حضرتك بقى، هو حضرتك الشيخوخيه دي اللي هي بتيجي في تقدم السن دي غالبا دايما الانسان بيشوف بيبقى متعرض حضرتك لاضواء نور الشمس، فحضرتك دايما لو اي واحد بيطلع في نور الشمس وبيلبس سان جلاسز يعني نظارات شمسيه، دي لوحدها بتقلل الزمن الحدوث بتاع المية البيضاء. تمام. النقطة الثانية، المية البيضاء حضرتك مش هي سبب واحد بس للسن، لا دي ليها عدة أسباب. مثلا في حضرتك مثلا واحد بياخد مثلا عقاقير زي الكورتيزون. الكورتيزون ده ممكن حضرتك يسبب المية البيضاء. نعم. فطبعا حضرتك الإقلال منه أو إن هو يكون تحت إشراف طبي بياخد دوزات مظبوطة، دي نقطة مهمة تقلل من المية البيضاء. في أمراض داخل العين حضرتك بتعجل بحدوث المية البيضاء، ولذلك زي مثلا القصر النظر. فقصر النظر ده حضرتك لو احنا حضرتك ما بنعالجوش من هو صغير عن طريق النضاره ولا حاجه، ممكن يعجل بحدوث المياه البيضاء. في نقطه مهمه جدا بقى حضرتك اللي هي الخبطات، في ناس بتجيلها المياه البيضاء نتيجه خبط، دي نقطه مهمه جدا. فدي طبعا حضرتك اي واحد لازم يكون واخد باله وواعي ان المياه البيضاء بتاعته خد حضرتك لازم تبقى دايما يعني ما يتعرضش للخبطات يعني كتير، لان ممكن مثلا واحد مثلا عين تستحمل مره ممكن تستحملش المره الثانيه. في نقطة برضو مهمة أحب أقولها حضرتك برضو، إن الناس اللي هي بتقف قدام الأفران، أيوة دي نقطة مهمة، الحرارات التقيلة قوي في الأفران دي بتاعت الحديد وأفران العيش والحاجات دي ممكن توتر سطح الكبسولة بتاعت العدسة وتعجل لحدوث المية البيضاء. الاتصال الأخير سيدة مريم من أسوان، اتفضلي يا مريم. سيدة مريم اتفضلي. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. سامعين. اتفضلي يا فندم. امي عامله عمليه ميه بيضاء من حوالي 4 شهور. تمام. والحمد لله ما بتشتكيش من اي حاجه ولا سكر ولا اي حاجه والدنيا تمام يعني. كويس. بس لحد دلوقتي انا مش عايزه ترجع سليمه وبعد كده في ناس تقول لا ما ينفعش ان هي تغسل وشها بصابون لحد دلوقتي ومش عارفه تاكل ايه، كل ما تروح تعمل استشاره مره الضغط بتاع العين يكون مش عارف عالي او واطي، يعني في حاجه مش مظبوط. مش عارفه مش عايزه ترجع طبيعي. يعني حضرتك ايه المفروض ان هي تعمله خلال الفتره دي عشان انا مش عارف. هي دلوقتي حضرتك بتقولي ان هي عملت العمليه وبتشوف كويس، ايه اللي ما رجعش طبيعي عندها بقى؟ يعني مره ان هي بتبقى محمره شويه، مره الضغط مش عارف يبقى واطي او عالي ضغط العين كده. وبصي حضرتك هي اهم حاجه الاعتناء بنظافه العين. طب كلمة الماء بصابون بس عشان هي لا هي تقدر تغسل عين حضرتك بالميه والصابون، بس ما تدخلش صابون جوه العين. يعني وده نقطه مهمه، لان انا ما احبش ان الرموش بتاعه العين تكون فيها اي ميكروبات برضو، فلا غسيل العين بالميه والصابون كويس. مش بنقول ان الواحد ما يغسلش، لا بالعكس، ده الميه والصابون وسويه قافل عينها ما تدخلش، لان لو دخلت ممكن فعلا تعمل التهاب، تعمل الاحمرار اللي عندها. تمام. دكتور محمد خالد استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه القاهره، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم.